رؤوس الشعوب ومقياس تحضر الأمم والمرتكز الأساسي لبناء دول متقدمة. ولذلك عملت الإمارات العربية المتحدة جاهدة على ترسيخ العلم والاهتمام به بدءا من المدارس وصولا إلى الجامعات. شباب فتحنا لهم مدارس، فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كل لأجل ينفعون أنفسهم أولا وينفعون الدولة. ولدت فكرة إنشاء جامعة الإمارات في عقل وقلب المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتكون جامعة اتحادية ذات هوية عربية إسلامية. تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1976 لتبدأ رحلة نجاح وتفوق. ومنذ إنشائها وهي تحظى باحترام العالم وتقديره، حيث زارها الكثير منهم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الأميرة الراحلة ديانا، الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، ولم يكن آخرهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. شهد العام 2010 انتقال الجامعة إلى الحرم الجامعي الجديد الذي يمتد على مساحة 80 هكتاراً ويشكل صرحاً معمارياً حديثاً، ويضم بين جنباته مساحات لمراكز أبحاث متخصصة وبنية تحتية لشبكة متطورة من تكنولوجيا المعلومات وقاعات دراسية ومختبرات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات التعليمية والنوادي الرياضية التي تحتوي على أحدث المعدات الرياضية بمواصفات عالمية. وقد اكتسبت جامعة الإمارات مكانتها العلمية بفضل حرصها الدائم على توفير أفضل طرق التعليم الجامعي في العالم، إضافة لدعم أصحاب السمو الشيوخ، مما جعل جامعة الإمارات منارة علم عالمية. تضم جامعة الإمارات العربية المتحدة بين جنباتها 9 كليات هي: تضم الجامعة مكتبتين، الأولى هي المكتبة الرئيسية وتقع في المبنى الهلالي، والثانية هي مكتبة زايد وتستقبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع. ومن أهم البرامج التي أدخلتها جامعة الإمارات هو مشروع الآيباد كنقلة تقنية في عالم التدريس الجامعي. تحرص جامعة الإمارات على أن تكون الدرجات العلمية التي تمنحها مواكبة للمعايير العالمية، حيث تمتلك الجامعة الاعتماد الأكاديمي لكافة برامجها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ذلك حصلت بعض برامجها على الاعتماد التخصصي الاختياري كهيئات الاعتماد الأمريكية والبريطانية والكندية. توفر جامعة الإمارات العربية المتحدة أرقى حياة تعليمية واجتماعية للطلبة والطالبات، حيث تمنح مرافق سكنية مجانية منفصلة لطلاب وطالبات البكالوريوس داخل الحرم الجامعي. وتطول قائمة الشرف التي أهدتها الجامعة للوطن الحبيب من الأسماء المضيئة التي أثرت المسيرة الإماراتية وما زالت في مشوار تقدمها وتطورها، كأصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء عامين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفي القطاع الخاص أيضاً.
تصنع جامعة الإمارات كل يوم على ربوع الدولة الغنية بأبنائها وإمكانياتها الهائلة، لتصحب مئات الدارسين والباحثين من شباب الوطن والوافدين كي يخدموا وطنهم بما يتماشى مع سرعة العصر وتقدمه.